أما بعد، فهذه الحلقة الثالثة من الثلاثية الدعوية، ثلاثية النهج الواضح، والتي تأتي تحت شعار قوله تعالى: أإله مع الله. محاضرة الليلة تحت عنوان: منهج أهل السنة والجماعة، كل يدعي وصلا بليلى. ومن العنوان يتضح أن المحاضرة تقعيد وتفنيد، تقعيد وتفصيل وبيان وشرح لمنهج أهل السنة والجماعة ومعانيه، وتفنيد لمزاعم الفرق الضالة التي تدعي زورا وبهتانا أنها تمثل منهج أهل السنة والجماعة. يحاضرنا في هذه الليلة الشيخان مزمل عوض فقيري وأبو بكر محمد أحمد آداب. يتفضل الشيخ مزمل ليحاضرنا مجزيا مشكورا مسددا موفقا بإذن الله تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. هذه الجزئية من هذه الآيات من سورة الأنعام يحرم الله سبحانه وتعالى فيها ويبين لنا أعظم محرم وأكبر معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في الأرض، وهي الشرك بالله. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولاحظ في الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقص ويخبر الناس بالمحرمات، وأمره أن يخبرهم ويحذرهم أولا بأعظم محرم وأكبر محرم من المحرمات، وهو الشرك بالله قبل أي محرم تاني. فهذا يفيدنا على أنه يجب على جميع الدعاة، دعاة الحق، أن يحذروا الناس أولا قبل أي كلام في الدين أو في الإسلام، أن يحذروهم أولا من الشرك بالله. دي أول حاجة. عشان كده الجماعات الموجودة في الساحة الليلة، الأحزاب والفرق، كلها ضالة منحرفة، ما تقول لي يمينية ولا يسارية، كله باطل. ليه؟ لأنه ما بيبدو للناس أول حاجة بالتحذير من الشرك بالله إطلاقا. حزب التحرير جنهم الخلافة والعلم الأسود ذاك، الأخوان المسلمين جنهم ونفسهم منعينهم إنه يركبوا في كرسي السلطة، ولو فعلوا في سبيل ذلك ما فعلوا، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة. الغاية عندهم هي السلطة والملك والحكم، والوسيلة ما مشكلة، كفر، إسلام، غيره، بس يصلوا السلطة دي. عشان كده الأخوان المسلمين في مصر لما شالوا لهم السيسي برا ودار يشيروا مرسي، السيسي طبعا بتاع الاخوان المسلمين وبيمثلهم، مرسي اقصد، لما شالوا لهم مرسي بتاع الاخوان المسلمين برا والسيسي جاء ودارين يشيلوا يرجعوا تاني الاخوان المسلمين، عمرو خالد كأحد قيادات الاخوان المسلمين في العالم عشان يبرر لهم وجوز لهم الخروج على السيسي في ميدان رابعة العدوية، قال لهم: أنا شفت الله نزل في ميدان الرابعة العدوية،
قال أنا رأيت الله بعيني. عينك تنقد. رأيت الله بعيني قال في ميدان التحرير. قال ده عمرو خالد، شفت كيف؟ زول كذاب مجرم. المذيع قال ها؟ قال ايوه رأيت الله بأم عيني في ميدان التحرير. واحد تاني اخو مسلم دقنه طويلة مجرم برضه موجود بالفيديو موجود موثق، قال لهم جبريل نزل في ميدان التحرير. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب طلعوا فوق في السهريج. داك يعقوب قال لهم احبوكم في الله. احبوكم كيف؟ ده الناس خوارج تحبوكم؟ ما بيجوز تحب عليه خارج او مبتدع. احبوكم في الله اثبتوا. قال وحسان برضه غشاهم. ليه؟ لانه دايرين السلطه ودايرين الملك الاخوان المسلمين. ما عندهم علاقه بالدعوه الاسلاميه الصحيحه، ولا عندهم علاقه بدعوه التوحيد او الدعوه الى النهي عن الشرك. يا اخي الان ما من دوله ولا قريه ولا مدينه الا من رحم ربك الا تلقى فيها قبه صاروخ موجه للسماء. قبه في كل قريه. وحدث عن القباب ولا حرج. قباب تعبد من دون الله، وده الشرك ذاته. انت عارف الشرك الموجود الليله؟ ناس ابو جهل وابو لهب ما كان بقعوا في زيه مع انهم كفار ومشركين. والله العظيم ابو جهل وابو لهب ما قالوا في زول ماسك الكون بيتصرف فيه. الصوفيه الليله قالوا في شيوخ ماسكين الكون بيتصرفوا فيه، وده كتاب الكؤوس المترع. الأمانة العامة للمجلس الأعلى القومي للذكر والذاكرين، طبعت وزارة الإرشاد والأوقاف، تأليف الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدايم، راجعه محمد سروري بن الشيخ الحفيان، حققه المدني محمد التوم، إصدار رقم 18. كتاب زبالة، والزبالة أحسن منه. في الصفحة 121 شوف الكلام ده. أبو جهل ذاته ما قال زيه. تعرف أبو جهل ذاته لو قاعد حسب ظني كان بيقول لنا أدونا المايك نرد على جماعة دل، مع انه كافر لكن ما كفر في الربوبية يا جماعة. ما قال غير الله بيخلق. الله قال عن المشركين الزمان ناس ابو جهل وابو لهب، قال ولئن سألتهم، لو سألت المشركين دل يا محمد يا رسول الله من خلق السماوات والأرض، الخالق منه؟ لو قلت للمشركين الخلق السماء والواط منه وسخر الشمس والقمر، الله قال له المشركين بيقولوا الخالق الله. قال الله تعالى ليقولن الله. ديل الصوفية قالوا، البرعي قال غير الله بيخلق، قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، قال هو الحاج تت الفلات طلبت منه زوجته خادما تخدمها في البيت، فأمر المريد، طبعا عنده بليد المريد، أمر المريد أن يأخذ فأسا وثوبا وانطلقا إلى الغابة. في مرة جيبوه من الغابة دي مرة ولا نمر؟ قال فانطلقا إلى الغابة، فأمر الشيخ المريد أن يقطع الشجرة بقامة إنسان أو عود، يقطع بقامة إنسان، غامة مرة طول مرة، وأمره أن يلبسها الثوب. فأخذ الشيخ سبحته بهمة عالية يذكر الله، شوف الكذب على ذكر الله. قال أخذ سبحته يذكر الله إلى أن تحرك العود من تحت الثوب، فقال الشيخ بخيتة بخيتة بخيتة، قالت منو قالت؟ العود ده العود. قالت نعم سيدي. قال قوما كي مسك من يده وداه لمرته، قال فخدمتها كم 30 سنه فماتت بعد ذلك. ده البرعي قال غير الله بيخلي. وهسه هنا اخونا ده عليك الله يجيبه، اخونا ده عنده هنا في الفيسبوك ولا البتاع صوفيه دجالين مجرمين ناشرين اشياء بين المسلمين وبين الطلبه في الجامعة وفي غيره، إنه غير الله بيخلق. قال سئل وهابي قال من الذي يخلق؟ قال الله. ما سوى الله اللي بيخلق؟ وأنا قريت لك القرآن. الكفار ناس أبو جهل كان بيقولوا الله اللي بيخلق براو، الصوفية داري غلطونا في إنه في واحد غير الله بيخلق. شو المجرمين دي عليك الله. قال سئل وهابي من الذي يخلق؟ قال الله. أو ده ذاته من الجايب وأخونا ده جزاه الله خير. قال الله. قيل له فماذا تقول في قوله عن عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير؟ قال تصوير بمعنى السبب. شفت كيف؟ قال سئل ثم سئل من الذي يتوفى الأنفس؟ قال الله. قيل فماذا تقول في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت؟ قال سبب.
ثم سئل الوهاب من الذي يعين الخلق؟ قال الله. قيل فماذا تقول في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة؟ قال الوهاب قال سبق. ثم سئل من الذي يغيث الخلق؟ قال الله. قيل فماذا تقول في حديث رسول الله الذي صحه البخاري تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته قال سبب. ثم سئل من يهدي إلى حق؟ قال الله. قيل فماذا تقول في قوله تعالى عن محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ قال سبب. ثم سئل من الذي يرزق الناس؟ قال الله. قيل فماذا تقول في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه؟ قال سبب. قلت يا عدو الله، عدو الله ذا الوهابي اللي بيقول الله اللي بيخلق وبيرزق وبيغيس وبيعين، يا عدو الله لطالما تعرف أن تلك المعاني تأتي بمعنى السبب، لما تكفر المسلمين ليلا ونهارا وترميهم بالشرك؟ التوسل والتبرك ليس شركا، عقيدة السلف. وسئل قال من الذي يهب الأولاد؟ قال الله. قيل فماذا تقول في قوله تعالى قل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا؟ قال سبب. البتاع دي المنشور ده منشور بتاع كفر، دار تكفر اعتقد الكلام بتاع الصوفية ده. أما الأدلة جايبينها دي أدلة فهموها على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قال من الذي يهب الأولاد؟ قال الله. قالوا لا، عندهم آية ممكن غير الله يخلق لك ويديك الجنة، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طيب يا صوفي يا بليد ماذا تفعل برواية الدوري؟ إنما أنا رسول ربك ليهب، بالياء ليهب الله يعني، ليهب لك غلاما زكيا. توديها وين؟ توديها وين؟ والقرآن يفسر بعضه بعضا. أما الرواية دي حقت حفص لأهب لك منه، هو رسول ربك، والرسول لا يأتي برسالة من بنات أفكاره أو شيء من عنده، إنما يأتي ويعطي ما أرسل به، صح ولا ما صح؟ منو رسله؟ الله. إذن الله لدى، انتهى البرنامج، ما في صوفي يدي الجنة. وأي بنت وأي راجل معرس أو عندك أختك داير الدقة فيك مقلب ما تنسى ليوم الدين، سلمها لصوفي عشان يديها الجنة، مش يديها له. وأوعك تجي تبكي بعدين تقول اثنين وزي اثنين الشيخ ولا بتاع. طيب بعديه قال من يهدي إلى حق؟ قال الله. قالوا لا لا، غير الله برضو بيهدي. قالوا الدليل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم برضو الآية الثانية برضو فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال في الآية دي وإنك لتهدي، أهل جمع بين الآيتين كيف؟ العلماء قالوا الهداية هدايتين، هداية توفيق هداية قلوب يعني، وهداية بيان زي الشغالين نحن فيه بالميكروفون ده، توضح للناس إنه ده خير وده شر، ده توحيد وده شرك، دي سنة ودي بدعة، ده إسلام وده كفر. بعد ده إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، دي هداية بيان توضح للناس، دي بيقولوها الرسل وأتباع من الدعاة والمصلحين، دي ربنا قال عنها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية شنو يا جماعة؟ توضيح وبيان. دي في الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما إنك لا تهدي من أحببت، دي هداية منفية عن الرسول ذاته ما يهديه، خليه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دونه، دي شنو؟ دي هداية القلب. ودي المقصودة بقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وبقول القائل حتى من البشر ما بيزول بيهدي إلا الله، دي المقصودة هداية القلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى لعم أبو طالب قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبا كرر له ثاني أبا، في النهاية قال هو عن نفسه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فدخل جهنم، وكان من أخف الناس من أهل جهنم عذابا
أنه وقف مع الإسلام، لكن خالد مخلد في لأنه كافر. ربنا طوالي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فده صوفي ما فاهم أي حاجة. بعد ذلك قال من الذي يرزق الناس؟ قال لا في غير الله بخلق، وذكر الآية والشاهد في ختامه فارزقوهم منه. فارزقوهم يعني أعطوهم يعني. والكلمة في اللغة العربية تأتي بمعاني كثيرة، خلاص. فهنا في الآية يعني أعطوهم، أعطوهم منه، لكن البرزق أساسا هو منه يا جماعة الله. والأدى المات والعند ورثة يقسموها لأهل الورثة، ونزلت فيهم الآيات دي، خلاص. ما الآية دي بتتكلم عن الميراث. الرزق ذاته منو المادة؟ منو؟ الله يا أخي. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما في صوفي بيديك رزق. طبعا الصوفية جايبين الكلام ده والمنشور ده عشان تمشي للشيخ يكتب لك حجاب رزق، والشيخ من إجرامه وغباؤه وحمقه بعد ما يكتب لك الحجاب يقول لك والله دي حجاب رزق بيجيب عمارات ثقيلة بثلاثة مليون، اديني ثلاثة مليون. طيب يا شيخ الحجاب ده بيجيب مليارات وانت محتاج لثلاثة مليون؟ الحجاب ده بيجيب رزق وثمانه 50 او 150 جنيه او 20 جنيه؟ لو بيجيب رزق ما تدرعه برقبتك ولا تاكله في بطنك يا شيخ يا دجال يا صوفي؟ ده الموضوع. ودي ما كان حتى ابو جهل بيعتقد انه غير الله بيخلق او غير الله بيرزق، لانه الرزق والخلق ده من توحيد الربوبيه اللي كان بيعتقدوا المشركين وبيوحدوا. هم ضلوا في الالوهيه اكثر ما ضلوا. طيب بعد ده قال سئل قال من الذي يخلق؟ وقال الله. والصوفي قال رد عليه لا غير الله بيخلق، وجاب الآية عن عيسى عليه السلام إنه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. عيسى ما كان بيخلق. أما قوله تعالى أخلق لكم شنو؟ تم الآية من الطين. لحد الآن ما بقى خلقي فيه روح، ده عمل عيسى بيصنع من الطين الواحد ولسه ما بقى فيه روح. قال كهيئة الطير، ما بقى طير لسه لأنه قال كهيئة والكاف للتشبيه. لكن لما قال بقى طير عيسى بن مريم زحى نفسه وقال ده حق الله ما حقي. فأنفخ فيه فيكون طيرا، ده بعد ده بقى طير لأنه قال فيكون طيرا حقيقة في روح. لكن لما بقى طير حقيقة في روح بطير بقى بشنو؟ فيكون طيرا بشنو؟ بإذن الله. الصوفي قطع الآية ما تم. إذن ما بزول بيخلق إلا الله. أما قوله تعالى عن عيسى أخلق لكم من الطين، عرفنا إنه ده كان طين وما طير في روح كهيئة الطير، لأنه قال كهيئة والكاف للتشبيه، ما بقى طير حقيقي لسه. فكلمة أخلقنا يعني أصنع وأصنع وأصور وأهيئ، زي زول يعمل لنا الطين شكل معين ما في روح. بعد ذاك لما يبقى في روح ده حق ربنا. عشان كده قالوا بعد ده ذاته، بعد ده ذاته العلماء قالوا كان الطير ده بيطير شوية، فإذا اختفى عن أعين الناس شنو يا جماعة؟ وقع وتفتت. قال ليتميز بين خلق الخالق الله سبحانه وتعالى وبين خلق المخلوق. افتح اللي شفت كيف؟ فده ما فيه أي كلام. ربنا سبحانه وتعالى قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في خالق ثاني؟ وربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها ربنا سبحانه وتعالى قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وذبابا هي ما الجمع؟ كلمة ذباب الناس بيفتكروا إن دي الجمع، لا ده ما الجمع، ده المفرد. ذباب دي الوحدة في اللغة العربية كما قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم. أما الجمع ذب وذبان. الله تحداهم بذبانة واحدة لن يخلقوا ذبابا، يعني واحدة. أقعد هنا، تعال أقعد بجاي. ولو اجتمعوا له، إذا عملوا اجتماع البرعي والمكاشفي والمدني وكلهم والصابونابي وصايم ديمة والركين المجرم داك كلهم عملوا اجتماع كبير، ده يخلقوا ذبانة واحدة صوفية شت. الله قال لي يخلقوا ذبابا وحده ما يخلقوها. ولو اجتمعوا له، اجتماع المجلس الأعلى للتصوف
لخلق اضنين بتاع الضبانة ما يستطيع اطلاقا. يا اخو ما ماتوا الشيوخ الصوفيه البنادون من دون الله ديل كت مالهم يا جماعه؟ ماتوا. البرعي مات، المكاشفي مات، الكباشي مات، صايم ديم الكبير مات، احمد عثمان المرغني مات، على المرغني مات، كلهم ماتوا. اخرهم الترابي برضو خشتين. في زول يقدر يخلق حاجه؟ يا اخي لو بيخلق حاجه ما كان مات كده بالراحه كده يا صوفيه. خلوا الوهمات بتاعتكم دي، لو بتخلقوا حاجه وما مصدقين القران خلاص كويس، تعالوا اخلقوا لنا ضبانه، كراع بتاع الضبانه، كراع اليمين. تقدر يا صوفي؟ كذاب، ما تقدر تخلق حاجه يا اخي، لانه شيوخك ذاتهم اللي قالوا بيخلقوا ماتوا، قالوا ما كلهم جت ماتوا. دي ما ايه من ايات الله؟ كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. كتلهم الله العزيز الحكيم القوي المتين، دخلوا تحت، كلهم دخلوا تحت. تيجي تقول لي يخلق؟ الله قال لي يخلق ذبابا، تقول لي هنا قال وهابي من يخلق؟ قال الله. قال الله ده ظلم واحد تنكر عليه يا صوفي، يا مجرم، يا مبتدع، يا ضال، عرفتها؟ لن يخلقوا ذبابا، الآية دي توديها وين؟ ولو اجتمعوا له. الله قال مش كده وبس، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. لو في ضبانة جات أكلت ركت في صحن البرعي، صحن كبير بتاع شيء، شالت لي حاجة بسيطة قطعة بتاعت زيت، خلاص؟ الله قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. البرعي ده لو جراه بيدينه كرعينه ما يقدر يطلع اللقمة اللي بلعتها الضبانة دي. ربنا قال ضعف الطالب، زول اللي بيطلب غير الله ضعيف، والمطلوب ضعيف برضه ضعيف. وهناك ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآية دي بيحكيها واحد بتاع أنصار سنة اسمه محمد الأمين إسماعيل في التلفزيون. الله ضرب المثل ده عشان ترد بيه على الناس اللي بدعوا غير الله زي الصوفية وغيرهم. ده مسك العنكبوت عندها 13 كراع و15 أضان، وبالله التوفيق. الله ما ضرب المثل عشان الكلام ده، لو ضربوا عشان الكلام ده كان وراك عندها كم كراع، صح ولا ما صح؟ ربنا ضرب المثل ده للناس اللي بيعبدوا غير الله وبيدعوا القبور وبيدعوا الميتين. لكن ده يغش الناس الدكتور ده عشان يحبب الناس فيه، ومكلفح له ولابس له شال بتاع صوفيه بتاع سمانيه. ودي اخر مرحله من الضلال، اخر مرحله من مراحل الضلال التي وقعت فيها جماعه انصار السنه المحمديه بشقيها. وده الان نائب الرئيس العام لجماعه انصار السنه، عرفت كلامي؟ ماسك كرعين العنكبوت وما عارف جنحينه وبتعضي ولده. يا اخي عنكبوت تعضيك في اضنينك. الله ضرب المثل ده عشان يوريك في ناس بيدعوا غير الله، ما عشان عندها كم كراع يا بليد. ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ده الموضوع هنا، ده الموضوع. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ربنا قال إن الله يعلم، وده الشاهد بتاع الآية الثانية دي. شو الآية دي قوية كيف؟ إن الله يعلم ما يدعونه من دونه من شيء. تعرف الآية دي يعني شنو؟ ربنا قال هو يعلم إنه اللي بيدعوهم من دون الله ديل كان برعي. سمي ما شئت الأسماء ما مشكلة، سمي ما شئت، افتح الغوص خلاص وسمي ما شئت. ربنا قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني اللي بيدعوهم من دون الله ديل ما بيساووا حاجة، لا برعي لا مكاشفي لا غيره، ما بسوي شيء، ما بسوي شيء. تقول لي بيخلقوا يا اخي؟ تقول لي بيخلقوا من دون الله؟ الله قال ان الله يعلم ما يدعون من دون من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. فما بزول بيخلق غير الله يا صوفي يا مجرم. بعد ذاك قال شنو؟ قال البيب الاولاد منو؟ الادله دي ردينا عليها. قال البرز قال اليتوفى الانفس منه؟ ده قال له الله، قال لا، قال لانه ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت، تمام خلاصه كلامه ده رسالوا له يعني، قل يتوفاكم ملك الموت. طيب ملك الموت ده اللي وكله منه؟ الله. ما تم الايه صوفي، الله قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي من عنده براو، ولا ربنا قال الذي شنو؟ وكل بكم، وكل الوكل منه؟ الله سبحانه وتعالى.
عشان كده هناك ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ربنا قال الله أول حاجة يتوفى الأنفس، وربنا قال هنا صرح قال الله، وهنا جاب بالضمير قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالبموتك يا صوفي، والموت البرع وكتلوا، والموت المكاشف وكتلوا، والموت الصايم ديما وكتلوا، الله رضيت ولا أبيت؟ جو عينك، جو عينك يا تجاني يا ختمي يا سماني، جو عينك وعين أبوك الشيخ ذاته اللي بيقتل الله. عرفت كلامي؟ ملك الموت ده الله رسله، معناته الله اللي بيقتل. انت الصوفية مش قصدهم ملك الموت، الصوفية ده يقول لك اذا شيخنا برضه بيقتل. لا، اللي بيقتلك وبيقتل شيخك وريحنا منك الله، تعال اقتلني هسه يا صوفي. هسه الصوفية راضين من كلامنا ده؟ أسألكم بالله يا طلاب، راضين؟ مش كلامنا ده أكبر مصيبة عندهم على وجه الأرض كلامنا نحن، صح ولا ما صح؟ تعال اقتلنا هسه ده. في حاجة؟ صوفي كذاب مجرم، والله ضبانة ما تحركها، بعوضة ما تقتلها، ناموسة ما تقتلها يا صوفي مجرم. طيب بعديه وشوفها البعديه، ودي كيف كنا واحدين في ولد برضه هنا ضعيف كده أصفراني بيقرأ معاكم في الطب، كان اسمه هيثم ولا الميم حاجة كده، نظر أخونا شاف النجيلة بجاي قال لا بيجوز يدعو غير الله. كيف يدعو غير الله يا أخي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل، من الأضل ممن يدعو من دون الله؟ من الأضل منه؟ منو تعرف زول؟ ما في زول أضل من الزول اللي بيدعو غير الله يا أخي. يجي ده زول عشان بيقرأ طب ولا كيمياء ولا غيره داري يجوز الشرك بالله؟ الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. الزول اللي بيدعو دون الله وغير الله، الله قال ذلك هو الضلال البعيد. يعني شنو الضلال البعيد؟ يعني الشرك بالله. اللي بيدعو غير الله مشرك. عرفنا من وين الضلال البعيد؟ هو الشرك بالله. ربنا في سورة النساء قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا الضلال البعيد هو شنو يا جماعة؟ هو الشرك. وهنا ربنا قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الشرك بالله. البدع غير الله مشرك بنص الآية دي. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى ولبئس العشير يعني شنو؟ لبئس المولى اللي بيرجوه يدعوه أبو الشيخ ده، ده بئس المولى. وفيه جواز ذم أهل البدع لأنه بئس من أساليب شنو في البلاغة؟ الذم، كما أن نعمة من أساليب المدح. ربنا قال لبئس المولى، قال لي إلهك ده اللي بتتخذ مولى من دون الله، الله قال لبئس المولى. إذا اتخذت صديق الله قال ولبئس العشير يعني الصديق. إذا مولى أنت بتعتقد إله بئسة، وإذا بتعتقد إنه صديق ومعين برضو بئسة ولا بئس العشير. يجي ده يجوز لنا دعاء غير الله. طيب فقال بعد ذاك من الذي يعين الخلق؟ وقال عنده دليل إنه بيعين الخلق يا ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب الصلاة لمنو؟ الصلاة لمن؟ لله. قال تعالى وقوموا لله قانتين لله للصلاة. الصبر لمنه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، لله سبحانه وتعالى. فالاثنين دي اللي الله بنتقرب بهم لله عشان ربنا يفرج عننا. مش معنى الكلام إنه في معين غير الله البرع والمكاشفي وابتكة وغيره، ما في كلام زي ده يا ناس. والإعانة طلب العون ذات نوعين، طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه. جيب الموبايل ده زي ما انا ناديت اخونا ده مثلا شيلنا الموبايل، هل ده شرك بالله؟ ما شرك بالله يا ناس، ما شرك بالله. ربنا قال فأعينوني ذي القرنين فأعينوني بقوة، ما في شرك هنا.
لأنه فيما يقدر عليه المخلوق، أما طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الخالق كإنزال المطر وإيهاب الذرية والولد والجنة، داير جنة داير ولد تدعو منه الله، داير مطر تدعو منه تدعو الله. جماعة ضربوا لي تلفون هنا في السودان ده في الغرة، قال مشوا يا شيخ صوفي محتال مزارعين هم بتاع عيش والمطر ما نزلت ومفلسين وكذا الحالة تأخرت شديد، فمشوا للشيخ قال بنزل المطر، قال لهم جيبوا 10 شوالات عيش أنا بنزل لكم مطر في الحواش، قالوا إحنا ما عندنا ولا شوال. قام سمعوا بشيخ تاني صوفي بقالوا برضو بده المطر لكن بتكلفة أقل، مشوا له وعملين كونتاك مع بعض الشيخين، صوفية محتالين حرامية باسم الدين، مشوا لذاك ده قال لهم والله المطر دي عند الشيخ الأول ذاك ما عندي أنا، إجرام ودجل وخرافات وكذب، خلاص ده الحاصل من الصوفية. طيب فزي إنزال المطر، زي الولد الجنة، زي الخلق غيره غيره، ده كله عن ربنا سبحانه وتعالى. طلبت من غير الله أنت كافر، طوالي كافر ما في أي لعب. طيب قال من الذي يغيث الخلق؟ يعني قالوا بجوز جابوا حديث الشفاعة، الاستغاثة ذات نوعين، استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، والاستغاثة هي طلب الغوث لرفع البلاء والشدة. حرام جاك في البيت شايل سكاكين وصواطير 10 حرامية، كوركت لجارك يا محمد تعال الحقني، دي استغاثة بمخلوق، لكن فيما يقدر عليه المخلوق في غالب ظنك إنه يجوا الجيران يحاربوا معاك النازل، ده ما شرك ولا كفر. ربنا قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ده ما في مشكلة، لكن استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى ده هو خلافنا مع الصوفية. الصوفي إذا عتر إذا دار يغرق بيقول يا فلان البرعي لما جاته الحصوة وكان السبب في قتله وموته ولله الحمد والمنة خلاص قال استغاث بغير الله، قال هيا بوتايا وحامد أبو عصايا زيلوا الحصايا وامرات كلايا، الحصوة الحمد لله رب العالمين ربنا صلح حصة صغيرة ربنا صلتها كتلته، وكان بيجوا ناس عندهم سرطان عديل يغلهم في راسهم توف يغشهم يقول أنا بعالج، جاءت حصوة طفش مشى الأردن ما نفع، طفش مشى مصر ما نفع، بعد شوية استغاث بالأولياء وكفر بالله وأشرك ومات بالحصوة ذاتها. دي الاستغاثة الشركية الكفرية فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، لأنه الحصوة والأمراض والمرض ما بيشفي منا إلا الله. ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفيني، يا أخي ما بظل بيشفيك إلا ربنا سبحانه وتعالى. طيب دي كلها مشكلة ما موضوع الأولاد في دليل نسيناه، وربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما. طيب فالمهم إن الصوفية الآن هم اللي بينشروا الشرك في العالم، هم اللي بيحاربوا دين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، لكن الجماعات كلها الباغية إما مهادنة للصوفية وإما عارف الحق وساكتة ما بتتكلم في الموضوع ده خلاص، ودم درب الرسل محاربة الطواغيت الباطلة درب الرسل. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ودي دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أهل الحق في هذا الزمان. ده كتاب سراج الكوس المترعة طبعة المجلس الأعلى للذكر والذاكرين وزارة الإرشاد والأوقاف في الصفحة 121، قال الشيخ بتاعهم ده محمد السمان تقريبا هو قال ولقد صدق رضي الله عنه فإنه عند 70 قد دخل القطبانية الكبرى وهي الغوثية وصار له التصريف في العالم بأسره علويه وسفليه، وبايعه الأكابر من الأولياء وطوائف الجن والإنس بل والملائكة تأييدا عند الحق تعالى له، وليس ذلك خاص به وحده بل لكل من خص بالقطبانية الكبرى من الأولياء. أول حاجة القطبانية عند الصوفية يعني شنو؟ التجانية في كتاب جواهر المعاني عرفوها، قالوا القطبانية درجة القطب ده قاعد بين الله وبين الخلق بالنص بين السماء وبين الواطة، فلا ينزل إلى المخلوقات خير إلا إذا وافق عنه القطب، عنده ختم كبير خاتي ترابيزة بين السماء وبين الأرض، الله دار ينزل خير، انت مثلا دار تعرس او دار يجيك رزق واسع
او دار يحصل له خير. القطب ده اول حاجه لو ما دج ختم فيه وما بينزل ولا ينزل، قال الى العباد ابتلاء او امتحان الا بموافقه القطب. دي اول حاجه معنى القطبانيه. قال بعد ذلك صار له التصريف في العالم باسره علوي وسفلي، يصرف في الكون. نزلوا مطر في مدني، لا 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 وقفوها، ودوها القضارف زي ده. بس فلان يموت، فلان يلدو من جديد، فلان يوم القيامه اقدر انها تقوم هسع. يتصرف في الكون قال علوي باسره علوي وسفلي. وده الكتاب طبعا. نحن طبعت وزاره الارشاد والاوقاف، المجلس الاعلى للذكر والذاكرين، تاليف عبد المحمود نور الدائم شيخ مشيخه الطريقه السمانيه بيطابت هنا قريبه، وبايعه الاكابر من الاولياء وطوائف الجن والانس كلهم، ابليس وجنوده جو بايعوا الشيخ ده. ده فيه فائده بقى ليك، لانه قال لك طوائف الجن والانس بل والملائكه بايعوهن تأييدا من عند الحق تعالى لهم. ده الله قال لهم بايعوه، وليس ذلك خاص به وحده. وده كلام كله كفر وشرك يا اخي. ما في بلي جن ولا انس ولا ملائكه ولا في زول ماسك الكون يا اخي. ربنا قال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. الملك عمنا يا جماعه. ربنا ما بزول يقدر يتصرف في الكون يا اخي. لو بتتصرف تعال وقف المحاضره دي يا صوفي، او دي طابت قريبه قريبه جدا ولا بيوين هي. تعال وقف المحاضره دي، ما بتقدر اطلاقا، لانه انت والله نفسك ما تقدر تتصرف فيها. ان جاك اسهال ساي ما تقدر توقفه، تمشي للدكتور واعمل الفحص وراقد ملجن ضبانه بس ركت لك في اكل لوسته لك تطلع عينك ذاته يا صوفي. ما تخش الناس ساكت علوي وسفلي، هو انه ذاته بتاع علوي وسفلي. محمد السمان ده معفص قاعد تحت الواطه، ان حفرت القبر اضان وما تلقى. ليه يتصرف في كون؟ ليبتين الصوفيه يغشوا فينا، ليبتين يا ناس. حب المصطفى واذاعه الكوثر واذاعه حب الرسول وتعظيم المصطفى. ومره ذاك في الاذاعه انا سمعت بيضاني دي راكب في الحفله فوق بتاع الحفله مشغل الراديو اذاعه الكوثر، قالت الرسول انا ذكرت الله 15,000 مره صليت على الرسول. قالت كذابه. قال سكن الحاج يوسف، قالت الرسول جاني غزه لا مناما. كذب، ما بيجيك يا غزه مناما ممكن. المهم قالت وقال لي انا بحب اذاعه الكوثر، بحب الصوفيه، وانا والله زيدة وانا بجي بقيل بنوم في غرف اذاعه الكوثر. الرسول بقيل في غرف اذاعه الكوثر، اذاعه الشرك والكفر والبدع. ها؟ قال بيجي بقيل بنوم هناك يومي. شفت كيف؟ بعد ذاك قالت وقال لي جبريل وميكائيل والملائكه حارسين ابواب اذاعه الكوثر. ملائكة بيقوا حراس عند الصوفية للصوفية. إذاعة بتاع الشرك كلها نساوين، مرة عريانة ها كاسية عارية ترقص حبا في الرسول. جسمها كله عاري حبا في المصطفى. تبا لكم يا صوفية، شوهتوا سمعة الإسلام زي ما ناس داعش شوهوا سمعة الدين الإسلامي في نظر الكفار. ديل كمان شوهوا سمعة الدين، الدين بقى ترك على الشيخ وتشيل إبرك الشيخ. ولما انتعي اوعك تمشي الدكتور، الشيخ يتف لك في راسك في نص دماغك. وهو لو عيه يمشي الاردن افخم المستشفيات وارغى الاطباء، يمشي يرقد هناك في المكيفات عشان يعالجوه، وانت نص مالك بزاغ من الشيخ عفن. لو ستة شهور ما سواك، ستة شهور ما شاف معجون سيجنال، تف لك في راسك يجيب لك بهق ولا تيبي ولا قوب، يقول لك ده بيشفيك شيخ عفن. ضيعوا الدين وشوهوا سمعه الدين، وديل أسوأ الناس في الارض صوفية ديل. ومعاهم الاخوان المسلمين يقول لك لا ما هكذا، والمفترض انتم تتكلموا معاهم ما تتكلموا معاهم، لانه الصوفيه دخلوا الاسلام. صوفيه ما دخلوا الاسلام، صوفيه دخلوا الشرك. اسلام دخلوا السودان الصحابه عبد الله بن ابي السرح سنه 31 هجريه، واول صوفي دخل سنه 985 هجريه، بعد 948 سنه ولا 49 سنه صوفي دخل من دخول الاسلام للسودان، بعد اكثر من 900 سنه من دخول الاسلام. حتى ان اول صوفي دخل وهو تاج الدين البهاري القادري البغدادي، شيخ الطريق القادري انا ذاك. ما في صوفي دخل الاسلام، انما الصوفيه جلقوا اسلام الصحابه الصحيح والتوحيد حولوه الى الشرك، والسنه حولوها للبدعه، بقت موالد فيها زنا، فيها بيع خمور،
فيها بيع مخدرات، فيها خرشة، فيها بنجو، حبا في المصطفى، ده برضه يا صوفية؟ فيها شرك أعظم من ده كله. نعم. فالمهم يا جماعة، أنا بحذرك في ختام كلامي، افتح الفرصة للشيخ أبو بكر حفظه الله، بكر آداب، في ختام كلامي بحذرك من كل الطرق والأحزاب والجماعات اللي في الساحة. أوعك تتخدع، جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، دكتور العلامة الهواري والعلامة أحمد رمي إسماعيل وغيره، ده كله هوا ساكت. زول دكتور 20 سنة قرا في المدينة، 20 سنة، يجي يناظر الإزيرق الصوفي أسد ما يعرفه، يناظره في التلفزيون في قناة S24 يهزم شر هزيمة. دكتور رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة الهواري ما يقدر يدافع عن عقيدته عن التوحيد، ده قرا شنو؟ حضر دكتوراه في شنو؟ ده افهم بس كده واحد يفهمني. زول يقول انا سلفي، ما يقدر يدافع عن العقيده عن التوحيد، المفروض زول في سنه اولى سلفيه، اولى ابتدائي سلفيه، المفروض يقدر يدافع عن التوحيد ويكون قرا كتاب التوحيد والاصول الثلاثه وكشف الشبهات في التوحيد، ده ما قرا، ما قرا والله، او اذا قرا كان نايم في الحصه، او كان قد سلك واحد من ديل، أو ما بيفهم. زول ما قادر يدافع عن التوحيد، عن التوحيد، تقول لي رئيس المجلس العلمي فضيلة العلامة يا كذاب، خش في اليوتيوب تلقى المناظرة، مسخر بين الدنيا كلها يا أخي، صوفية بيقوا مشغليننا في العالم كله. ما يقدر يدافع عن العقيدة، عن العقيدة، عن أساس الدين التوحيد، تعرف العقيدة يعني شنو؟ دي أساس الدين، ما يقدر يدافع عنه، تقول لي ده العلامة أنت مجنون ولا شنو؟ زول ما قدر يدافع عن توحيد صوفي، صوفي ده والله يجيبه، والله أصغر سلفي يجغم وجغم لما نتكيف ذاته الصوفي يا أخي. يا أخي الإمام الشافعي قال إذا رأيته ناظر أحدا فكأنه سبع يريد أن يأكل المبتدع. سبع قاعد مضبلن. أول سؤال الهواري قال له رد على الصوفي، قال له هل أنت صوفي؟ لا بيلعب في المريخ، حيكون شنو يعني؟ بالله ده سؤال تسأله الراجل؟ قال لي هل أنت صوفي؟ والله أنا استغربت أكثر حاجة من الحتة دي، هل أنت صوفي؟ لا جناح مجكو يا أخي، ده صوفي مشرك في شنو؟ ها؟ جيبنا معاه؟ مش الإزيري ده كان ما طيرنا طرحته دي والطاقية والإضنين معاه وأشياء أخرى؟ تعال اسألني، تعال اسألني. دول بليد يقول غير الله بيخلك في التلفزيون، الإزيري ده قال غير الله بيخلك في برامجه في التلفزيون، ما قادر ترد عليه والهواري، هل أنت صوفي؟ لا ما صوفي. هوس. هل قال له ده، قال له ابن تيمية مدح الصوفية، قال له نعم أعرف، كذاب كذاب. جيبه وينه؟ قال له ابن باز كفر 2 من الصحابة، هاك اقراه، أدى الكتاب للهواري، هواري قال له قريته عين، ثبت التهمة على ابن باز إنه كفر الصحابة وكذاب، ابن باز اصلا بدافع كان عن الصحابه، والله في الكلام ذاته في تعليق ابن باز على فتح الباري كان بدافع عن الصحابه، جايبين له الان ملصقينه في الحيط فضيله العلامه الهواري رئيس المجلس العلمي، ما عارف شنو اختها وانا اين انت غدا ولا شنو، ما عارف غدا في البيت في شنو يعني، كله اجرام وكذب على الناس ودجل. ديل يا اخ ديل سروريه يا اخوان مسلمين، ما يغشوك رئيس المجلس العلمي ودكتور فلان رئيس العام بالجماعه ونائب المكتب الامين العام، هوس كله ساكت، ناس ما قادرين يردوا على البرع الى الليله، برع داقي مقله في السودانيين اكثر من 30 سنه، واحد فيهم ما قادر يرد، دكاتره وبروفات، ما في واحد يقول للبرع هوي كلامك ده شرك يا ليزيرك، هوي عقيدتك دي كفريه، ما في زول قادر، محاضراته كلها حبوب منع الحمل، ده الهواري ذاته موانع منع الحمل، ما عارف ليك شنو كده ما عارف، يعني ما عندنا مانع تتكلم في المواضيع دي، لكن ده ما الاساس يا ناس، وده ما اساس المشكله يا اخي، اساس المشكله العقيده، الشرك، عباده الطواغيت، ربنا قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده الدين، وده اللي هم قايلين انصار السنه انه بيقطع العيش والرزق منهم والرزق عند الله، ما عنزول يا اخي، قول التوحيد. ربنا قال والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، الله بيرزقك يا أخي ويعصمك من الناس، والله الله يرزقك ويعصمك ويديك، لكن اللي بيفهم الدكاترة ديل شنو؟ كذبوا على الناس، وده كمان المنابر كلها شتيمة للحكام، محمد الأمين إسماعيل ولا اسمه ده، حكام العرب
طواغيت وقد اجتمعوا في ما أعرف وين في لاهاي. يا أخي دي نشرة أخبار ولا خطبة جمعة؟ كلم الناس في العقيدة، قل لهم البرع ده ما نافع، لا بينفع لا بضر، النفع والضر بيد الله. قل لهم الكلام ده والله الله يسألكم يا دكاترة ويا شيوخ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. فضل الشيخ أبو بكر، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.